أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن روسيا يجب أن تدفع ثمنا طويل الأمد على وحشيتها في أوكرانيا من خلال العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها في محاولة للحد من قدرة روسيا على مواصلة العمليات العسكرية. وللمزيد حول الحرب الروسية على أوكرانيا يسعدنا أن نستضيف هنا في الاستوديو الأنسة نهى يوسف رئيسة نشرة بإذاعة ميديا. أهلا وسهلا فيك نهى. أهلا لينا، مرحبا. نهى، الحرب الروسية الأوكرانية التي تشغل بال العالم، تم فرض العديد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على روسيا، إلى أي مدى ساهمت هذه العقوبات في الحد من قدرة روسيا العسكرية في أوكرانيا بعد تقريبا 3 أشهر من هذه الحرب؟ نعم، كما قلت لينا، الحرب تشارف على إنهاء شهرها الثالث والدخول في الشهر الرابع، لكن يبدو أن العقوبات الغربية المفروضة سواء من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول في المجموع، هي 35 دولة أوقعت عقوبات قاسية جدا على روسيا لتجفيف مصادر تمويلها للعملية العسكرية التي تخوضها منذ 24 من فبراير في أوكرانيا. إلا أن ذلك على الأرض يبدو أنه ليس له تأثير على الأقل من الناحية العسكرية الميدانية. هنا هذا ما رده بالنسبة لي أن روسيا، يجب أن ننسى أنها ثاني أكبر جيش في العالم، ثاني أقوى جيش في العالم، فروسيا لا تشارك بكل ترسانتها العسكرية حاليا في هجومها أو في عملياتها العسكرية على أوكرانيا. من ناحية أخرى، الاقتصاد الروسي أظهر صلابة بالرغم من أن الروبل انهار بشكل كبير جدا في الأيام الأولى من تطبيق العقوبات التي كانت سريعة جدا، ولكن بفضل محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا التي قامت بخطة عبقرية استطاعت أن تعيد قيمة الروبل، وقد استفادت في ذلك من التجربة التي مرت بها روسيا في 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم. كانت هو الذي سأقول لك نهى أنه روسيا لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الاقتصادية التي تفرض كما ذكرتي منذ 3 أشهر. في الوقت الراهن لا تبدو العقوبات مؤثرة بشكل كبير، رغم أن المعهد الدولي للتمويل يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنهاية العام الجاري ب 15%، كما خفض من توقعاته لنمو الناتج المحلي الداخلي الروسي ب 18 نقطة مئوية، بينما كان يتوقع نموا لهذا الاقتصاد ب 3%. في المقابل نجد تقارير غربية بارتفاع مهول في أعداد البطالة في روسيا، وهي أرقام تكذبها طبعا موسكو. الوضع يعني شيئا ما ملتبس، هناك حرب، تصريحات من الجهة الغربية وأخرى من الجهة الروسية تفند كل ما يقال على لسان المسؤولين الغربيين. ننتقل إلى محور آخر عن الأزمة الغذائية. من الواضح أن الأزمة الغذائية التي حذرت منها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تجلياتها بارزة. ما هي تأثير استمرار الحرب على الأمن الغذائي العالمي، خاصة أن هناك دول فقيرة، دول العالم الثالث هي أصلا دول هشة؟ نعم، الموضوع مترابط بشكل كبير لنا. فالعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا رفعت بشكل مهول أسعار الطاقة في العالم. الطاقة نحتاجها لنقل البضائع، للنقل بشكل عام، يعني بالتبعية هناك سلسلة ارتفاع تتراكم. فمختلف دول العالم، حتى الدول الأوروبية التي فرضت عقوبات على روسيا، هي اليوم أول من يعاني من هذه العقوبات، فضلا عن الاقتصادات الناشئة، وهنا أخص بالذكر منطقة مينا، وهي منطقتنا، يعني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. العديد من الدول، ونذكر منها مثلا مصر، لبنان، العراق، سوريا، تعتمد بشكل كبير على الحبوب التي يتم توريدها من روسيا ومن أوكرانيا. هناك تحذير نهى من مجاعة يعني حقيقية. نعم، يعني كارثة. نعم، يعني عدد الذين لا يستطيعون الوصول إلى أمن غذائي ارتفع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى الآن إلى 1,600,000,000 شخص، يعني بارتفاع 450,000,000 شخص، وهناك تقديرات أن عشرات الملايين من الأشخاص سيعانون من ذلك. لا ننسى، يعني نشاهد صور مأساوية تأتي من اليمن على سبيل المثال، بلد يمزقها الحرب، والآن تنضاف إليها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. لا. هنا المشكل أن روسيا تحاصر كل الموانئ الأوكرانية. الموانئ يعني من هلأ
أمريكا والدول الأوروبية تفرض عقوبات على روسيا، نعم. لكن بنفس الوقت أمريكا وأوروبا تتأثر بهذا الموضوع. أكيد هناك نقص مواد غذائية كثيرة في نعم. القارة الأوروبية. نعم، من حيث التأثرات التي ذكرتها، يعني رأينا في الفترة الأخيرة تحركات كبيرة الولايات المتحدة التي تخفف من عقوباتها على فنزويلا، وهي مصدر كبير للنفط، حتى تتمكن من توفير احتياجات أوروبا من النفط والغاز. رأينا كما تابعنا في التقرير قبل قليل نعم. مع الأستاذ نبيل، يعني زيارات لأمير دولة قطر الشيخ تميم سواء لألمانيا أو لإسبانيا. هذه الدول الأوروبية تسارع إلى عقد شراكات سريعة مع دول تجد حلول يعني سريعة لكي تفتك من ارتهانها وتبعيتها للغاز والنفط الروسي. لا ننسى أن تقريبا 46% من الغاز الذي يعبر إلى أوروبا أو الذي تستهلكه أوروبا مصدره غاز روسي. ولهذا فقد قامت يعني رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في 18 من مايو باقتراح خطة أخرى بديلة تساعد في هذه المسارات الجانبية بقيمة 210 ملايير أورو إلى حدود العام 2027 للتخلص من التبعية الأوروبية للغاز والنفط الروسي من خلال تسريع البنيات التحتية للطاقات النظيفة المتجددة. نعم. ولكن يستمر التأثير كما قلنا خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية. تقريبا 25 ألف طن هي الآن مكدسة في صوامع التخزين في ميناء أوديسا الذي زاره مؤخرا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ولا يجدون حلا لإخراجها من أوكرانيا. كانت هناك محاولة الأولى في 29 من أبريل، ولكن كانت فقط 71 ألف طن من الذرة. ولإخراج هذه الحبوب من أوكرانيا لا بد لهذه الدول كاملة أن تجد عن بدائل، والبدائل صعبة جدا لينا، يعني خاصة مع قول بعض المحللين احتمال استمرار الحرب حتى نهاية السنة. أكيد أنا في اعتقادي أن روسيا لا تنوي إنهاء حربها في الوقت الراهن، تبدو أنها حرب استنزاف، خاصة وأن الهدف كما تقول من العملية العسكرية هو تحرير الدنباس، يعني إقليمي لوغانسك ودونيتسك. المشكل أنه كما قلنا في دردشتنا قبل الهواء، لا يبدو هناك شخص يدعو إلى حل سلمي عقلاني نعم. لإنهاء هذه الحرب. نعم، نهى يوسف رئيسة نشرة بإذاعة ميديان، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. شكرا لنا على الاستضافة. شكرا.